وانا داير اعلق على مساله واختم بها والله لانه حصل حصل فيها بعض اللقط وكذي وانا عارف في ناس كتار قاعدين يتكلموا فيني وكذي لكن اسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان كانوا اصحاب حق ان يردني الله تعالى الى الحق وان كانوا اصحاب باطل وهم من اهل الصدق والتوحيد وهم على باطل فيما تكلموا فيه في مسائل الحزبيه وغيرها أن يردهم إلى الحق أنه يرجعوا إلى الحق بس الناس تتفق في الحق وكذي الناس في الظاهر في الفيسبوك ولا في الواتس أنا كلمني ودى الناير ده وجزاء الله خير استاذن أو اتصل بي وكذي وكتب بيان وجزاء الله خير نشره بعض الناس كتبوا قالوا العصبجي وجابوا إعلان الإعلان ده في أركويد جايبين اسمي أنا. اسم فوق طبعا هو إعلان كبير في مجموعة من المحاضرات فوق الناجعة لفضل أيمن عبد الحميد تعالى تعالى بعدها أحمد البدوي بعد مين؟ عصام منكدي بعدها ياسر الزنجي بعدها علي عطا المنان بعدها بشير محمد بشير فوق اسم المحاضر أو الشيخ وكذي بعدين وجهوا سؤال سؤالا ذا الكلام اللي لي الناس قال ليه العصبجية ما طردوا العصبجي ده وقاعد في نصهم وبشاركهم وعنده محاضرة وهذا محاضر بيديل برضه محاضر مع الجماعة ديل برضه ليه انت خلاص اعترفت انه الجماعة ديل نحن عندنا فيهم رأي تعترفت إنت, انت اعترفت ان نحن الجماعة ديل الناس ديل ناس الاصلاح من هؤلاء نحن الناس ديل عندنا فيهم رأي انت اعترفت بالمسألة دي متيقن بها ولا عندك فيها شكك كان عندك فيها شكك انا قلتها بدري ومن المسجد ذاك وكنت براي شغال براي وكذا بس اخواننا ديل لاقيتهم وجزاهم الله خير فتحوا لنا مجالات بنشاركهم وانا بشارك اي سلفي افهم الكلام ذا عشان بكره ما تضطرب لو لقيتني مشارك مع زول ده عندي سلفي تعال ناقشني فيه تعال ناقشني في الزول لا لكن ديل الاصلاح مركز عام الجماعات ديل انا تركتهم لله تعالى واسال الله يتقبل ديل تركتهم وسبب تركي لهم نفرين جو ناصحوني في البيت هناك خالد خليفة وأبو وكر آداب جو ناصحوني واحد جاني يعني خالد خليفة أولا تاني جاني يعني أبو وكر آداب والناس زيل و وكذي وكذي واشتغل دربك براك والناس زيل بيتعاملوا مع السرورية وكذي وتركتهم وأسأل الله يتقبل مني وممن من كان سببا في ذلك دي مسألة قالوا الزول ده ليه شارك وديل ما يطردوه طيب أنا قبل أزيل لك المسألة دي إن شاء الله تعالى أنا بسأل سؤال شر ديل ولا شر السرورية يا إصلاح ويا هؤلاء الجماعات شر ديل ناس أبو بكر أداب وزمي الفقيري وناس يا عوض والشباب ديل ولا شر ناس عبد الحي يوسف محمد عبد الكريم وعلى الدين الزاكي ودل شر مش شر إنت محمد الأمين ما طردت ليه مشارك ديل إنت ما طردتوا ليه إنت ديل يا أخي قلت انا ما بصبر عليهم لانه سووا محاضر في اليعقوباب وزمل هناك فرتقت الجماعه كلهم واللين ونجتمع الدعاة جابوا عساكر كذي هسه دالين تجاب لك عساكر وكذي وجزا الله خيرا الحكومه لانهم نخرج عليها ونحترمهم جدا وكذي بعدين احترمنا راي والناس مشوا الناس الحضروا يعني هناك انا ما حضرت حضرتها ثاني بالفيديو او بالتسجيل وفي بعضها فيديو حضرته دي مساله انت عندك تناقض انت يا اخي بتقول احترموا العلماء وكلام العلماء وانتوا ما بتسمعوا كلام العلماء العلماء ما تكلموا في الحلبي انت ما جبتوه انت جايبوا ليه ده ما سؤال ده ده بيشتغل احمد ده مشتغل مع ديل ومشتغل مع ديل انت محمد حسين يعقوب بتجيبوا الليله بكره بنطفي غناء الطيبه ده برضه شغال بجاي جاي وجاي ولا كيف ده ما شغال برضه ما تردتوا ليه خلي لي ده ده خلي ليه. شغلت يا ناس طويلة جدا وده تناقض لا يعلم به إلا الله تعالى أنا النازل ناصحتهم والله الذي لا إله غيره شفت النازل كل لون البعرف ناصحته من زمن شيخ أبو زيد رحمه الله تعالى ومشيت قلت له الشيخ في ناس قالوا أنت سروري في مدني في بعض الناس قالوا أنت سروري قال لي لا سروري كيف يعني شنو قلت له تكفيري قال لي كيف تكفى الكلام ده والله بيسأل الناس يوم القيامة لو كذب وما في شيء بيدعونا للكذب ولله الحمد ودي قد نجهل لكن لا نكذب ولله الحمد ده بتكلم انا دي مساله الكلام ده في كليه التربيه جامعه الخرطوم الفاتحه في احمد شرفي جابوه محاضره وقعدنا زي سبعه ولا ثمانيه انفار قبل المحاضره الشيخ الناس زي الكذب قال لي سرورية يعني شنو قلت له تكفيرين قال لي 88 سنه انا انصار سنه ابقى تكفيري قبل ما اموت ابقى تكفيري قلت له انت ما شاركتهم في قناه طيبه قال لي آي 30 حلقه تكلمت في التوحيد قلت له لكن بتثني علي عبد الحي يوسف قال لي آي في ناس يتكلموا فيه لكن في الجريده الزول مع الحكومه كيف يكفر الحكومه قلت له في كتاب اسمه الاستبداد السياسي في ضوء الكتاب والسنه حقه الكتاب ده فيه التكفير وفيه الخروج وفيه قال لي يجيبوا كان جبته لي انا بترك شنو؟ بترك النازل وانا الامر ده ما اسعفني ما لقيت الكتاب عدت الايام سووا اجتماع والاجتماع ده هو اللي تفرتقنا فيه شغل بعد تفرتقت وكذي قاموا يتكلموا جو الجماعة ديل وقاعد يتكلموا وهؤلاء الشباب أول مرة نسمعون كل مرة الناس بتشكر أبو وكر مزمل أبو وكر مزمل يا الله خير بعد شوية الشغلة دي بقت في الاجتماع جو جماعة تكلموا وهؤلاء الشباب والدل وعملوا وفعلوا قلت سؤال تفضل قال لي اربع اسئله اديت لهم لي اس انا ما لاقي جواب مقنع والله اربع اسئله انا بذكر لك منها جزء واحد قلت لهم شيخ ابو زيد الناس يسوقوه يجوا التكفيريين يسوقوه الاخوان المسلمون يسوقوا الجماعات تكفيريون كذي انتوا وين تنظيمكم لو كان تنظيم اصلا ما يعني بيضبط الشغل على السلفيه وين تنظيمكم بيجوا بسوق دي نقطه النقطه الثانيه ليه المساله ال 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 الدوره بتاعت السروريه القاموا بها بعض الدكاتره او بعض المشايخ ومعاهم مزمل ليه وقفتوا الدوره دي ثلاثه يتواسي شباب عندنا والشباب ديلك شباب لمون سوا وانا دي بقولها يفتي اي خلاف بقول بس تلموا قدامي اشوف الشغله دي ما تلميت انا ما برضى براي راي في الطرف الثاني برضى به لما يكون في وثائق وفي كذي وكلامنا انا اقتنع به في ضوء الكتاب والسنه الموا الشباب ديل جيبوا هنا مزمل وابو بكر وجيبوا انتوا يا ناس التنظيم تعالوا اقعدوا وجيبوا شيخ افصل بيناتكم الثلاثه اسئله دي الناس دي بعد الشغله اتفرتقت ثاني انا كنت في مجلس الشورى وانا ما عارف المجلس ده شغله شنو لاسي وانا كنت غايد فيه لكن هو شغال شنو ما بعرفه لاسي وكذي وثاني أمين المجمعات في مدرما إسلامية برضو أظن الدنيا لها فترة الدولة لها فترة ما نفعت معاي ولا نفعت معه لأنه دارت تلفوناتها وبدت ولا ما بدت وأنا التلفون سايمها برفع وخلاه سوي له إلا يشاء ربي شيئا بقيت تسي برفع المهم الموضوع ده طويل مرت الأيام بقينا نحاول نصلح مشينا للناس زي اللي مشيت أنا بنفسي مشيت والله من تلقاء نفسي ما افزول لزاني ولا افزول حرشني ولا اي شيء مشيت لعبد الحكم ده قلت له يا عبد الحكم في هناك في في الفتح يا عبد الحكم انا داير اوريك القصه دي وبجيك للموضوع اللسي بالاعلان ده وبيانه شنو يا عبد الحكم سلام عليكم وعليكم السلام نقاش طال في النهايه قلت له يا عبد الحكم سووا محاضره في السروريه انتوا الان متهمين بالاتهام ده سووا محاضرة في السرورية تاني الشباب ذي لو يتكلموا فيكم ما عندهم حجة تعرف قال لي شنو؟ قال لي نحن السرورية بنتكلم عنهم جوا الدورة العلمية في دورة شغالة دو جوا الدورة العلمية أما برا من سووا محاضرة معلنة عشان ما ننشر والناس ذي اشتهروا والناس إذا عرفوا إذا عاطفوا معاهم بعدها مشيت بعد أيام ولا قبلية مشيت هناك بعدين مشيت الحلقة تاع السبعتاشر لقيت اعلان كاتبين رد كاتبين هون رد كاتبين عليه وشنو كذب ضلال وكذب مزمل وشنو واداب كاتبين كذب قلت لها هذول انت ذلك ما دار تشهرون وذلك اختلفوا معك ما بتشهرون كيف انت انت شغال عندك مكيالين براي قلت في نفسي عرفت الشغله دي شنو فيها لخبطه وفيها هوا مشيت لواحد تاني هناك في السامراب مشيت له هاي <applause> قلت وعيد. انا ذاتي ما اسمه خوجلي ابراهيم سلام عليكم وعليكم السلام اصلا تلاقينا في المواصلات من جامعه ام راس ركبنا تكلمنا تكلمنا اها الشيخ سلام عليكم اها كيف تمام الحمد لله اها نازل ما تسوي محاضره في السروريه عشان نازل ما يتكلم فيه عبد الحكم ذاك فتحت خشمه قبل ما يرد بس شافني كذا قال لي الله يطهر الارض الارض من مزمل وبكر قال قلت لا ما رسلوني هون انا براي كذي شايفني انا براي ذاك شاكير براي وانا شكلي براي شايفني انا براي ؟ جئت كنا دار انصحك انا لا لا وكذي ده انتهى موضوع ذاك قال لي اقول لك شيء والله ما بيقدروا ده اخو جالي قال لي ما بيقدروا عديل كذي قلت لك هذه التحاولة ان شاء الله الشغله دي يمكن تمشي ما بيقدروا عليل قال لي اي زول ينكره جيبني انا جاهز ولا كذي والله الذي لا اله غيره ما بيقدروا عديل ما بيقدروا اي آه. خلاص شيت حيلك يا اخي انت ما بتقدروا وتمشي وتمشي وتجي وكذي وانا اتكلم ارد عليك انت زعلان ليه وناصحه مشينا محمد امين اسماعيل طلعنا في المباري وماشي معاه وزي الحوار جاري وراه لما طلعنا الطابق الثاني يا شيخ نحن ناس في جامعه ام درمان وقديته مقدمه طويله عشان الزول صدره ينشرح في النهاية قلت له محاضرة في التكفير وكذا على لي قلت من باب رد الشبهة نحن عارفين انك انت وكذا لكن من باب رد الشبهة وكذا على رسلكما انها صفية من الباب ده رضي الله عنها انت وصلى الله وسلم عليه قال لي ان شاء الله وداني بس ما كذا ومشى وده اي مش لا بتبسم ولا بيشتغل بك بس بتبسم وبواصل في شغلته طيب انت زعلان مالك ده يسمع عثمان ناصح هنا دي انت زعلان ل انت عكران زاي وهؤلاء والعصبجيه وكذي بالنسبه للاعلان ده الاعلان اصلا اتصل بي ولد شاب والله لما يتصل بي شكله شنو ما عارفه طويل صغير عنده لحيه ما عنده كذي ما اعرفه تابع لياته جماعه ما عارفه قال لي دهر إنك محاضره في اركويد هو اركويد دي مرات انا مش طايف ساي لكن ما زول ما بتذكر زول طلبني فيها محاضر الا زول نصيحه مشيت كل البمش كذي ومبدا والمحلات دي لكن ديك ما مشيت لا اها تعال قلت له خلاص كويس بجي وتشوف انا حسن النيه لا قلت له هنا ولا قلت له الا اعرفك انت منو وبكم اجي بكم ما قلت له يا شيخ انا ركبت بجي بكر ديل مرات والله مش مسافه منهم درمان امشي من العربي مش ليه بحري في ما عندي حق مواصل ولله الحمد هسه الله فتح علينا الحمد لله تمام دي جنزات زاده المهم بعدين قلت له انت اسمع انا بس عندي شرط واحد قال لي تفضل ده الشرط اللي قلت له انا ما بجي باسم جماعه الكلام ده انا شرعي ولا ما شرعي في الزمن ده انا ما بجي باسم جماعه لا اصلاح لا مركز عام لا جمعيه لا غيره ما بجي باسم جماعه اجيك اسوي لك محاضره قال لي تعال وما في شيء يا جماعه وفعلا في الاعلان كاتبين مسجد عمر بن الخطاب عم أقرأ الاعلان ده اللي قريته انا تجيب لك نص خبرات بطريقتك ده اللي قريته انا وقروني لي 200 والله الذي رفع السماء انا قريته بكره صباح المحاضره ولا كنت عارفه وقال لي ثلاثيه طلعت هي فيها خمسه ولا سته انفار ولا سبعه انفار دي نقطتين البعده بالليل واحد من اخواننا في السلمه اسمه الشاذلي قال لي يا اخ في اعلان جابوك في اعلان قلت له اي في أركويت اي طيب كذا نشوفه شفته لقيت الجماعه ذل لقيت أنا قاعد في نصهم الناس ذل وكذي بيجايده ده وكذي والجماعه قاعدين انا في نصهم قلت يا لطيف الله يستر الشغله دي قلت بشوف نهايتها شنو جا بكره الصباح وانا ما مشيت المسجد ما وصلت المسجد والى الان المسجد شكله شنو؟ ما عارف افهم الكلام كويس عشان تعرف التلبيس ده الشغله دي عشان ما تجوط لك زاي المسجد ناس لحد العصر بعد العصر انا راقد في جمكنار في مسجد جمكنار هناك الولد درس لي رساله برا والحمد لله قال لي عارف الناس رق. قال لي الناس دي قال لي كذي الجماعه دي اخواننا دي انت ما رفعت لهم التليفون وجابوا شيخ بدلك انا عرفتها قبيل الزول ده بحسن نية كتب اسمي ويو الجماعة الثانيين تاعنا الشغلة شافوا الزول ده وكذي قالوا الزول ده جابوا مع شنو وحذفوني وكذي قلت له خير يا زول أنا داير أشوف الزول ده فيه خير ولا كي ولا كيف قلت له خير إن شاء الله خير قال لي لكن يا شيخ تجينا تسوي لنا نصيحة في مسجد ثاني قلت له خير بجيك عشان تعرف أنا بمشي بحسن نية مشيت وبحسن وتحرز ما ساي مشيت مشينا مسجد اسمه عثمان بن عفان وذاك ال... الاسبوع براو ودينا دي سوينا فيه نصيحه وكشفت فيها ال... البراء والكباش والجماعه ديل وسجلوها ولله الحمد وناس عوام وجابوا لي بارد وما شربته سخنتون الجامع دبل بارد ذاته بكون سخن وتخارجت منهم ومشيت والولد قلت له هذول ما تحزن انت فيك خير بذل انك انت هنا ما مشيت معاهم وكذي والبلد دي فيها فرقة وفيها كذي بس الله يسلم الصدور ويردنا وياهم إلى الحق يعني في النهاية دارين الناس دي تهتدي وترجع من الحق أنا دارك تتحرر انت في الإصلاح انت يتحرر فكر بعقلك بسيط إذا كان الهواري يقول وتعاونوا على البر والتقوى دي ما خاصة بالسلفيين وفيها الجماعة دي فيها مؤتمر في ياسر برهامي في عبد الحي يوسف وراكب فوق هذا الذي فارتقى السلفيه اسال الله ان يمزق اشلاءه كما فارتقى ده محمد الامين اسماعيل ده قاعد فوق انت يا هواري بتدافع عنه الى الان وانتوا قاعدين وتتفرجوا وكذي جماعه في الاصلاح قاعدين تتفرجوا بعد شويه يجيبوا الناس الحذروا منا ونا العلماء وانتوا قاعدين قاعد في الاصلاح بعد شويه الناس ذاته يقول لك ما في داعي للجرح والتعديل يلموا في اخواننا ده الجرح ده الحكم ده كلموني بعض الشباب وانا واجهتها بيو والكلام ده قريب 12 بالليل في مسجد الفتح في الطابق الثاني ولا الثالث فوق ويقوم هيج وانا قاعد اقعد شويه كده انت قلت له يا اخي بتمش الحاج يوسف شباب شغالين حلقه بتتكلم لهم في مزمل وبكر من بعد العشاء الاثنين بالليل عبد الحي يوسف لقى نصيب قدر ده من الرد ده البرع لقى نصيب قدر ده من الرد انت يا اخي ما تنصفوا انت يا اخي ما اذا كان اللي سلفيين وانا عندي سلفيين دل وما معصومين وبكره لو اختلفنا وردوا علي هنا حب لي من الاصلاح والله الذي لا اله غيره والله الذي لا اله غيره ليه؟ لانه زول بيصدع بالسلفيه واي راس بدع اي زول يرفع راسه ببدعه بيجغموه ولله الحمد والله موافق دي مساله انتهت يا اخي الكلام ده طويل جدا فانا ما تابع الاصلاح والنازل الشغله دي كتبوها وكذي وانا ما 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 شاوروني في كتابته ولا امر اذا انتهى ثاني عندك رد مساله العصبجي نحن ما عصبجي تلمينا في الدعوه وكذي عصبجي الناس اللي بتلموا ورا قال صح قال غلط يتكلم في الصحابه هم معاه يتكلم في اي زول هم معاه ديل الاحق بهذا اللفظ وبهذه التسميه وهي تسميه شنو؟ وهي تسميه العصبجيه لو كان احد من الطرفين يستحقها ديل أحق بها فالكلام ده الموضوع ده طويل وكذي دي بعض الكلمات حوله ولولا أنه فيه تلبيس لبعض الناس لما تكلمت فيه باقي الكلام في كلام كثير ومن نتكلم فيه وكذي أنا أكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد, محمد. السلام عليكم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان